يا حي الله ومرحبا. وقبل لا نبدأ لا تنسى الاشتراك في الحساب وتعالوا معنا بتكون هذه لعبتي، وعندنا 8 + 8 = 2 ومطلوب منا بالأعلى نحرك عودين علشان نخلي المعادلة صحيحة. وقف المقطع 10 ثواني وفكر وخلينا نشوف تركيزك. ها الحبيب عرفت الحل أو لا؟ إذا ما عرفت تعالوا خلينا نشوف الجواب. طبعا هذه المعادلة مطلوب منا نحرك عودين علشان نخلي المعادلة صحيحة، والمعادلة هذه لها أكثر من حل. عرفت الحل أو لا؟ طبعا الحل الأول عبارة عن نشيل العمود هذا ونخليه هنا، ونشيل العمود هذا ونخليه هنا، وأصبحت المعادلة 8 + 8 = 0. وهذا الحل الأول. موجود حلول أخرى، تعرف الحلول الأخرى؟ خلينا نشوف التركيز مالك وجاوبنا في التعليقات.